سعيدة أن أكون بينكم اليوم ونناقش فيها القضية، يمكن اللي هي صارت شوية حامية من بعد أستاذ عادل واللي هو قاله. أنا بأسلوبي أحب أشخص وايد، وأحب يعني أن احنا نكون عارفين شنو اللي لنا وشنو اللي هو علينا، وهذا ما يصير إلا من بعد ما احنا نفهم القضية شكلها، أبعادها، جذورها وتاريخها أيضا. لهذا السبب أنا في عندي السلايد اللي موجودة هني تشرح لنا شوية بعض الأمور اللي يمكن تساعدني أن أنا أقدم شيء خلال 10 دقائق. طلبي مني أتحدث فقط من خلال 10 دقائق. شنو هي التركيبة السكانية؟ التركيبة السكانية مثل ما أنتم شايفين، التركيبة السكانية مثل ما أنتم شايفين هني عبارة عن كويتيين 1,300,000، غير كويتيين 2,900,000. طيب اللي همنا احنا اليوم هني غير الكويتيين عبارة عن عمالة منزلية بما يقارب 600,000، الوافدين إجمالي الوافدين 2,300,000، عمالة هامشية سائبة 810,000. طبعا 810,000 ما عندي ولا مستند رسمي يقول هم 810,000، ولكن هذا اشتغلنا احنا عليها، كسرنا ارقام من يوم هناك تقريبا قدرنا نطلع الرقم هذا، ولكن في ارقام اخرى راح اشارككم اياها من خلال تصاريح رسميه. قسمت الوافدين الى وافدين عاملين، لان مو كل الوافدين يعملون داخل الكويت، عددهم 2,069,000 مكسور. عباره عن شنو هذول العاملين؟ نصهم عباره عن عماله بسيطه اي عمال، النصف، والنصف الآخر بنسبة 42% منهم عبارة عن عمالة متوسطة أي أقل من الشهادات الجامعية، حملت الشهادات الجامعية، و8% فقط منهم من حاملي شهادات الجامعية. أعتقد السلايد هذا بحد ذاته نقعد فيه نناقشه يوم كامل، وشنو الأثر اللي ممكن ناخذه ونتعلمه من هالسلايد هذا بس. لكن راح أمشي هذا، وصلنا حق النقطة اللي قالتها الأخت، الكويتيين 30%، الوافدين 70%. طيب سؤالي قبل لا احنا نشتط شوية هني، هل هذه الظاهرة جديدة علينا أم ما هي جديدة علينا؟ إحصاء 65 نسبة الكويتيين 36%، نسبة الوافدين البقية اللي هي 63%، إحصاء 75 30-70 لصالح الوافدين، إحصاء 85 الكويتيين نسبتهم 27%، هذا ما قبل غزو الكويت. بعد غزو الكويت شنو عندنا؟ عندنا أفضل حالاتنا كانت 41.5%، هذا إحصاء 95. لهذا السبب بالثمانينات كانوا في ناس واعية وكانت تنادي وتقول عندنا مشكلة تركيبة سكانية، ما حد سمع لها ولا أحد أخذها في كامل الجد لحلها. كان عندهم فرصة ذهبية ب95، ما حد تحرك ولا حد سوى شيء فيها وتفاقمت. ولكن اليوم عندنا انزعاج، بالسابق ما كان فيه انزعاج، بدليل إن الكل عمالة توها طالع المشكلة، بينما المشكلة من الستينيات موجودة ولكن ما شعرنا فيها. شنو أهم الشكاوى؟ شكاوى وايد، ولكن شنو هي أهم الشكاوى؟ أهم الشكاوى في هناك ضغط على المستشفيات والسعة السريرية، هناك ازدحام في الشوارع، هناك ضغط على موارد الدولة الطبيعية لتغطية احتياج 4 مليون وما فوق، هذا استنزاف لموارد طبيعية أهم من مال عام. عندنا الشح في المياه مستقبلا، ونقول منافسين لنا لوظائفنا الحكومية. النقاط اللي فوق نعم اتفق، نعم في هناك ضغط ولازم نحلها ولازم تحل من خلال استراتيجية الدولة، ولكن راح أوقف على منافسين لنا لوظائفنا الحكومية. خلينا نشوف هل هذه حقيقة أو غير حقيقة. العاملين في الحكومة 331,000 كويتيين، 142,000 غير كويتيين، معكوسة النسبة 70% كويتيين 30% غير كويتيين. طيب هل كل 30%
هم كل الوافدين اللي يعملون داخل الكويت هم فقط 5% من اجمالي الوافدين اللي موجودين داخل الكويت. فلما نحن اني ونقول طلع الوافد، هل انا اقصد الوافد اللي داخل الحكومه ام 95% اللي شغال داخل القطاع الخاص؟ وهذا معناته هم عماد القطاع الخاص، القطاع الخاص يعتمد عليهم. فيا جماعه قبل لا نشيش ونطالب لازم نعرف شو نطالب. انا اذا بتحكي عن الحكومه مطالبتي ليست ان انا اصايح على الوافد، ولكن اطالب الحكومه وظف الكويتي قبل الوافد. هذا المطلب الصحيح اللي انا لازم اطالب فيه الحكومه، مو ان انا اقول لها طلعي الوافد. لان ايش راح يسوي القطاع الخاص؟ 95% منهم شغالين فيه. طيب هذيل مسجلين، هنروح الشق الاخر بالنسبه لغير المسجلين. نعم هناك ناس غير مسجلين، مثل ما قال الاستاذ عادل يجون عقود، ينتهي العقد لازم يطلع يسافر، لا قاعد موجود داخل الكويت. هذا شنو حالته؟ وين فيه؟ مسجل وين؟ لهذا السبب صار لي 4 أيام احضر حق هالندوه افتر راسي. طيب هذا السلايد عفوا ما هو واضح. زبدة السلايد هذا شنو قاعد يقول؟ هذا تقرير من وزارة الداخلية لسنة 2008 يتحدث عن وجود 250 ألف عامل هامش من دول عربية يحمل أوبئة وأمراض وعليه مشاكل وجرائم، ويتحدث عن غيرهم بإجمالي موجود تحت، يمكن للأسف ما هو واضح بس هني موجود، يتحدث عن 800 ألف واحد بتقرير وزارة الداخلية مطلعته موجودين داخل الكويت، يفترض ترحيلهم في نهاية 2011. رحلوهم طلعوا برا الديرة. هذا السلايد ديسمبر 2016 شنو يقول الخبر؟ يقول خبر استبعاد 1,000,000 وافد من العمالة الهامشية. طيب 800 رحلتوهم بعد 8 سنين ويبدو 800 غيرهم، وزدتوا فوقهم بعد 200 ألف، ولا 800 توالدوا وصاروا 1,000,000؟ المشكلة وين هي فيه؟ المشكلة هل هي الوافد؟ أم المشكلة فينا إحنا وسوء إدارة للدولة وللحكومة والقوانين؟ خلونا نكون منصفين في مطالباتنا من خلال الفهم ومن خلال الوعي في طرح قضايانا. طيب الوزيرة تقول لا يوجد تجار إقامات. قهوة التصحيح. وزيرة الشؤون لا يوجد في الكويت تجار إقامات. أفاجئكم أكثر، كلامها صحيح. كلامها صحيح. تدرون ليش؟ لأن لا نمتلك قانون يجرم. المرة تقول بهالتصريح هذا وهي صحيحة، تقول وقفت 878 ملف لشركات وقفا دائما لمخالفتها قوانين العمل في البلاد، مشيرة إلى أن مصطلح تجارة الإقامات غير معروف قانونا، غير معرف. فشلون تبون تطالبون في محاربة تجارة الإقامات؟ وإحنا قلنا لازم نفهم القضية ونفهم أبعادها حتى نعرف شلون نطالب. ما عندنا. طيب شنو اللي هي قاعدة تسوي على أي سمونة أساس خالفت؟ خالفت على أساس قانون موضوع سنة 64، مادة في قانون العمل من سنة 64 موضوع شنو يقول؟ لا يجوز لصاحب العمل أن يستخدم عمالا من الخارج ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية إليهم. الله عليكم، هذه أخالف فيها تجار إقامات لاعبين بالديرة لعب، يستخدمون البشر ويستغلون حاجتهم وفقرهم وهدر حق الدولة، أحاربها بهالمادة هذه فقط. شو نطالب فيه احنا؟ مشكلة وافدين؟ مشكلة تجار إقامات؟ مشكلة وين الحين بالضبط؟ طيب القانون هذا عفوا المادة هذه تعتبر جنحة ولا تعتبر جناية؟ جنحة يعني ما تروح النيابة العامة، جنحة
يعني يا أنه هو يحبس 3 سنوات أو غرامة 5000 دينار وأقل. جنحة يعني مثل مشاجرة، جنحة سرقة بسيطة، جنحة. هل تجارة الإقامات تعتبر جنحة؟ شو اللي احنا وصلنا له؟ وصلنا حق الآتي: لا نمتلك تعريف أو توصيف قانوني لتجارة الإقامات، فهي غير مجرمة قانونا. هذه نقطة وصلنا لها. تعتبر جنحة وليست جناية، لازم تصير جناية علشان أقدر أطالب وعاقب. طيب شنو هو الفرق بين الجنحة والجناية؟ تحدثنا عنه. شلون يدخلون البلاد؟ شلون يدخلون؟ من أي قنوات قاعدين يدخلون؟ قاعدين يدخلون من خلال شركات وهمية. حطوا شنو؟ حطوا قانون 91/2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. سؤال بسيط أنا أطرحه: لما يدخل في فيزا عمل سمة دخول رسمية، هذا مهربينه رسمي داخل، شلون بستخدم القانون هذا؟ شلون بستخدم القانون هذا؟ لهذا السبب لم يتم استخدامه لأنه غير فعال. منطق. فإذا أنا هني عندي علاقة استفهام، وهذا إذا فساد داخل الحكومة موجود عندي. شركات المقاولات اللي تكلم عنها الأستاذ عادل نفس الشيء، قال بأنهم يجيبونهم وما يطلعونهم بينما هناك قرار وزاري وليس قانون، ويجرم عليه ويتحمل المسؤولية. بالنسبة لمكاتب الخدم، هناك سوق سوداء يبيعون فيها الخدم، يدخلونهم على المادة 20 ويدخلونهم بالسوق السوداء ويطلعون لهم كرت الصحي حتى يقدر يشتغل في المطاعم وفي غيرها من المحال ويروح يمشي. لهذا السبب سوى الشركة هذه اللي اسمها شركة الدرة اللي توها الحين فعلوها. نتمنى ان هي تسكر الموضوع هذا، وراح نظل مشاهدين لها. بالنهاية احب احط هالصور هذه، هذا اللي قاعد يصير عندنا في الكويت في وجود 1,000,000 عامل حقه ضايع. نظري أنا المتواضعة الشخصية ممكن أن أنا ألخصها في أن احنا نتخلص من العمالة الهامشية فوراً فوراً. اللي هو قاعد في صفة غير رسمية يطلع. تشديد العقوبات، فرض الضريبة على التحويلات الخارجية، لأن الوافد المستقر ما عنده مانع يدفع لأن وظيفته مستقرة، لكن اللي هو ما هو مستقر لا يطلع. هذا أنا أقدر أفلتر indirectly. المرحلة الثانية، أعيد النظر في أعداد الوافدين الموجودين هنا مع احترام كراماتهم، لأنه هو جاي علشان يعمل، أنا ماني ضده، لكن جاي بسبب العمل، لازم أعرف شنو الهدف المشترك بيني وبينه، وعلى هذا الأساس أقرر. وتشجيع الكويتيين، 95% منهم قطاع خاص، ما يصير أطلعهم بين يوم وليلة، لازم يصير في إحلال وحاجة للسوق اللي إحنا عايشين فيه. بالأخير آخر سلايد عندي، عندي يدني رؤية 2035. قبل يومين وأنا قاعدة أحضر حق العمل هذا، لقيت أن عندهم تطلعات حلوة أتمنى أن أنا أشوفها. مكانة دولية متميزة، عندي 1,000,000 عامل سائب، إحنا قاعدين نتحكي عن حقوق إنسان. طيب عندي رأس مال بشري إبداعي، 95% من قطاعك الخاص يشتغل فيه وافد، وين الإبداع؟ حط بيئة عمل شجعة، 60% منا إحنا شباب، وينه؟ رعاية صحية عالية، عندنا أوبئة، 1,000,000 عامل في أوبئة، معيشة بيئة معيشية مستدامة، جيلي بشيوخ ولا الفروانية ولا خيطان ولا الحين بدينا على بنية القار، حبة حبة قاعدين يسحبون هناك صوبها. بنية تحتية، عندي 1,000,000 شخص قاعد يكسر في البنية التحتية للدولة، وليه ما الحين ترى ما بينت، 5 سنين لقدام وراح نتحكى وراح تصير ندوة عن البنية التحتية لأنها راح تئن قريبا. اقتصاد، طيب نص العمالة اللي عندك عمال بسيطين، أي تنوع اقتصاد اللي أنت تبي تجيبه؟ يجيب عقول.
إدارة حكومية فاعلة، آخر كلمة، إدارة حكومية فاعلة. إذا كانت الحكومة تبي تصير فاعلة لازم تحل المشكلة هذه، لأن هذه أول خطوة لازم تسويها. وشكراً.